ينطي تثبيت لوقت طويل، بس مع هذا الموضوع راح يكون صعب. شوف الستان ورا الستان، تعبتوا يا سينزي او تعبت سينزي للسكاي، استان ورا الثاني ممكن يودع. نعم فليكر جديره بالثقه والضغط موجود من كينجي، وكانت الضحيه مقابل اوكاب، بس جود نايت مصمم مع اكاي الكومبو اللذيذ. التورات الضغط موجود من ترول، ممكن البيسك اتاك عالي من فالكون، الضرر والاتاك سبيد وداك ثانيه يحاولون يجيبوك يا ترول، هل راح تستخدم الفليكر؟ ضرر موجود، تروجن ده يحاول بس الالتيميت غير مدين. جود نايت كذلك بالدخول السريع، تروجن راح يحاول يفعل الالتيميت بس الالتيميت والفليكر من رايز كريم راح يتبخر. الوحيد يكون الفالكون يودعه بالفعل 1800 ضرر، لكن الهجمه والرد موجود من الاوكامي، الانتقام موجود لكن القصف الجوي من فالكون او من كوفن كذلك. البلاك دراجون راح يكون موجود ليثبت الوجود عند التور، الهجمه لا زالت مستمره. هذا هو السنزي اكس بي لينر، شغل الباسف، دمر طرزان، لا زال مستمر امام الرباعي، الضرر عالي عليه، راح يودع كنزي ولا زال مستمر، جاب الكل والباسف. الوايلد اكس الضغط موجود، فالكون ممكن يودع لكن تروجن هو الضحيه، فالكون بساته ده يخلي بصماته، دخول كذلك بترول النوكا بالثلاثيه من الوايلد اكس، بس الباسف راح يشتغل، ده يحاولون يجيبون الكل بالفعل، فالكون راح يكون الضحيه، طرزان ده يحاول بالالتيميت بس ما راح يكون، فالكون ده يحاول كذلك التيميت من كينجي، ده يحاول يكسب الوقت، وفالنتينا الكل بالنسبه لك، اللورد راح يكون منه موجود هنا. جود نايت بقصف جوي سريع على طرزان وبالفعل راح يودع، موجوده وممكن ينتهي للسكاي، بالفعل جلو راح يفعل التيميت او فالنتينا راح تفعل التيميت جلو، ولكن خسروا التور الثاني التيميت وفليكر من رايس، الهجوم من البلاك دراجون، النكب من مين والهجوم لا زال موجود، كينجي بيحاول استبعد تروجن من الفايت، الاول والثاني طار والله يا التيميت منك يا طرزان، طريق الوايلد اكس واحد ورا الثاني طاروا. وافضل شيء ممكن يقدمه بالنسبه للوايلد اكس اداء صراحه لازم يقدم اداء افضل.